بيعلق الكرة داخل منطقة الجزاء الخطيرة وعلى طول الرأسية من اللاعب أحمد صلاح، ولسه الكرة جول، لسه الكرة جول جول جول. محمود السقا رقم 9 بينجح في تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ألعاب دمنهور بعد مرور 28 دقيقة من بداية أحداث الشوط الأول. محمود السقا رقم 9 بينجح من تسجيل أولى أهداف اللقاء وأولى أهداف فريق ألعاب دمنهور في دوري المناطق هذا الموسم. مهاجم متميز رقم 9 محمود السقا. شمال كرة بتتلعب بشكل سريع داخل منطقة الجزاء وجول جول جول جول. هدف التعادل للنادي الأولمبي بيسجله اللاعب سليمان محمد. مرت الكرة من الحارس حسين غنيم وبينجح اللاعب سليمان محمد من تتويج مجهوده الأولمبي الأفضل الأولمبي الأنشط في الشوط الثاني. بينجح اللاعب سليمان محمد من تسجيل هدف التعادل للنادي الأولمبي بعد مرور 25 دقيقة. توكل على الله. الكابتن وائل محمود المدرب العام لفريق النادي الاولمبي بنقول لك النهارده مبروك على النقطه الغاليه من فريق دمنهور والتعادل الايجابي 1-1. والله انا بشكر ربنا الحمد لله وبشكر لعيبتي 1-1 الحمد لله الحمد لله. وحضرتك شايف بتعلق على المباراه 90 دقيقه. انا يعني انا افضل الحمد لله، بس الحمد لله برجع بقول الحمد لله فضل ربنا عليا ان انا اخدت بونت الحمد لله. انا عندي اصابات يعني واحد ايده اتكسرت الحمد لله، لعبت لعبوا 10 لعيبه اخر 10 دقائق والحكم اعطاني 8 دقائق، وانا مش هتكلم على التحكيم الحمد لله. انا بقول الحمد لله ربنا كرمني وانا راضي. تعادل بطعم الفوز. هرجع ناديه، هرجع افكر في الماتش اللي جاي ان شاء الله. الماتش الجاي عندي كوم حماده ان شاء الله باذن الله باذن الله لعبتي على اعلى مستوى اللي هي تكسبني ماتش كوم حماده باذن الله. وبشكر لعبتي وبشكر نادي دمنهور على الاستضافه الكويسه، على كل حاجه كويسه من اول ما حطينا رجلينا في البلد. ونادي دمنهور بصراحه هو ده اللي معروف عن نادي دمنهور واهل دمنهور بصراحه. يعني كابتن كبر عامل تغييرات مؤثره في الشوط الثاني بنزول خالد عبد المطلب ومؤمن شعبان، تغييرات عطت السيطره والافضليه لنادي دمنهور في الشوط الثاني. الحمد لله كابتن، طبعا الكابتن كبر اسم كبير قوي واسم في كره القدم كبير قوي، لاعب نادي الاولمبي ولاعب منتخب مصر. كابتن كبر كابتن بيقرا فنيات الملعب كويس قوي، وانا كراجل مدرب انا بتعلم منه وتعلمت منه حاجات كتير. التغييرات اللي عملناها الحمد لله بفضل ربنا هي اللي جابت لنا الماتش ونكسب الحمد لله الحمد لله. انا في كوره عملتها سيناريو بره مع اللعيب، قلت له عملت المؤمن هياخد هيعمل بلانتي. الحمد لله ما جاتش البلانتي، جت من بره جت في العرض. انا الحمد لله بشكر لعيبتي قوي 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 وراضي على اداء لعيبتي اللي هم بقالهم 4 شهور بيتمرنوا الحمد لله. شكر ربنا عليا اللي ربنا كرمني بالبنت الحمد لله. ربنا يكرمك يا كابتن واشر. توكل على الله. يلا الكابتن اسلام السيد لاعب النادي الاولمبي بنبارك لك النهارده على الاداء وعلى النقطه الغاليه من ملعب العاب دمنهور. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اولا احب اشكر حضرتك واشكر الجهاز اللي وقف معانا واشكر كابتن كبر اللي قرا الملعب بسرعه وقرا الفرقه وقرا الماتش ولحق يعمل تغييراته، وبشكر اللعيبه تاني. الاولمبي الافضل الاولمبي الاكثر فرصا على مرمى دمنهور. كابتن كبر قال لكم ايه بين الشوطين؟ كابتن كبر كان بيحاول يحفزنا على قد ما كان في لعيبه مش فايقه، حاول يحفزنا قال ما فيش حاجه احنا على ارضهم وعلى رجاله، وكنا احنا رايحين نكسب مش عايزين نتعادل. احنا البونت ده احنا خسرنا 2 بونت ما خدناش منه، فربنا يكرم في الجاي ان شاء الله. طموحات النادي الاولمبي السنه الدوري باذن الله وصعود الدوري. بشكرك كابتن. لسه لقاءاتنا مستمره، الكابتن سعيد مع الكابتن مؤمن شعبان افضل لاعب الشوط الثاني من وجهه نظري مع فريق النادي الاولمبي. كابتن مؤمن اداء الحمد لله احنا بنشكر طبعا واللعيبه كلها، اللعيبه كلها كلها وعلى قد المسؤوليه وعارفين يعني ايه نادي الاولمبي. نادي طبعا كبير مش محتاج اللي احنا نتكلموا عليه، ونادي طبعا ده نادي كبير، فماتش هو كان صعب اللي احنا ناخده نقطه من هنا، فدي حاجه كويسه ان شاء الله في ملعبنا باذن الله. يعني مش هنضيعوا اي نقطه في ملعبنا، وان شاء الله هو هدفنا السنه دي هو اللي احنا ناخده اول ان شاء الله قطاعات. واللعيبه كلها كانت رجاله وربنا يشفي اللعيب اللي كان معانا النهارده اللي ربنا يتولاه يعني. شايف النهارده اللقاء ازاي والتعليمات من الجهاز الفني كبدايه اللقاء اللي كنا؟ هو كابتن كبر والله اول لما نزلت قال لي ركز انت ان شاء الله على انت اللي هتفوقنا وانت اللي هتخلينا يبقى لينا خطوره على الجول، وهو عرف الحمد لله يعني يدير الماتش كويس وعرف يسيطر، حتى نزل واحد مساك في الاخر برضه عرف يدافع، والحمد لله ال10 اللي ادوا في الاخر دول كانوا كويسين قوي، ويعني كنا افضل من دمنهور بصراحه كنا نستحقوا الفوز، بس الحمد لله هو ربنا رايد اللي هو يطلع 1-1 والحمد لله رب العالمين. طموحاتك السنه دي مع النادي الاولمبي؟
ان شاء الله باذن الله يعني الواحد بيركز طبعا على الفريق الاول وان شاء الله باذن الله نعمله حاجه لفرقتنا الاول ان شاء الله باذن الله وبعد كده نفكروا في الفريق الاول وربنا يكرمنا ان شاء الله. بنشكرك جدا يا كابتن. لسه اللقاء مستمره مع الكابتن هشام سعيد احد نجوم النادي الاولمبي النهارده في لقاء اليوم. نقول لك النهارده مبروك على النقطه الغاليه والاداء الجيد. الله يبارك فيك يا فندم. بس انا اتضايقت قوي بصراحه من الحكم, لينا كذا كوره مش عايز يحسب وبيعترض مع الناس اللي بره, والحمد لله والله احنا حضرتك شايف احنا نستحق الفوز ما نستحقش التعادل, لان عاملين فتره اداء قويه بادئين من بعد العيد, بقالنا 5 شهور بيتمرن. لعبنا الزمالك تعادلنا معاهم في الزمالك, لعبنا الترسانه كسبناهم في ملعب نادي الترسانه, ولعبنا الجيش كسبنا نادي طلع الجيش, ولعبنا غزل المحله ولعبنا حرس, لعبنا كل انديه تعتبر الممتاز الف وعملنا معاهم نتائج كويسه. فاحنا كان المفروض النهارده نكسب على الاقل, بس الحمد لله يعني الحمد لله نطمن بس على زمننا. شايف النهارده اللقاء ازاي وشايف النهارده ان الفريق الاولمبي كان يقدر يحقق الفوز؟ الحمد لله انا اقدر اقول قدر الله ما شاء الفعل, قدر الله ما شاء فعل, وربنا عايز كده خلاص, واحنا نفكر ان شاء الله في الماتش اللي جاي. نشكرك كابتن. الكابتن محمود السواح لاعب فريق العاب دمنهور, بنبارك لك النهارده على الاداء ونقول لك هارد لك على التعب. الحمد لله هي ولعبت مش طبيعي وكمان يعني سيطر على الماتش كله, بس الحمد لله يعني الكره كل الناس بتغلط الحمد لله. الحمد لله يعني ربنا ان شاء الله والاحسن ان شاء الله. شفنا فريق دمنهور متفوق في الشوط الاولاني, سيطره, هدف, فرص ضايعه. الشوط الثاني دمنهور تراجع شويه, من وجهه نظرك ايه السبب؟ والله هي فرقه كده يعني الفرق المصريه كلها كده معظمهم لما بيجيبوا جون لا في نفس الماتش الفرقه اصلا بتنزل الشوط الثاني بتحس انها عندها تراجع شويه, بس الحمد لله ان شاء الله هنصلح في الماتشات الجايه وان شاء الله يعني نعوض في الماتشات الجايه ان شاء الله. كابتن انور نصار قال لكم النهارده والله لا احنا بنلعب على المكسب يعني بنلعب على ربنا, فما ينفعش نطلع من عندنا خسرانين, احنا ملعبنا والمفروض احنا اي حد بيجينا لازم نكسبه, بس الحمد لله ما كانش فيه توفيق, والحمد لله التعادل برده مش وحش, وبرده فرقه الامم كبيره والله احترمها, ان شاء الله نعرف اللي جاي ان شاء الله. طموحات فريق العاب دمنهور السنه دي؟ اكيد اول ما لما اتكلم تقول دمنهور وسط مثلا اولمبي مع كل احترام الفرق الثانيه, بس اول ما هو احنا لا يعني في ظل اللي حصل في السنه فاتت ناهيين ثالث برده ما كانش فيه الفرقه ديت, برده كان في ناس عناصر غايبه عناصر اعاره عناصر كده كل الفرق جمعت, ان شاء الله المره الجايه يعني ان شاء الله الماتش الجاي بدل بره ان شاء الله نعوض فيه وان شاء الله هنكمل ان شاء الله. كابتن احمد ميدو مدافع النادي العاب دمنهور, نقول لك النهارده هارد لك على النتيجه, اداء جيد في لقاء اليوم, شايف النهارده مواجهه الحمد لله والله اديك شفت الماتش كان عامل ازاي كابتن, والشوط الثاني جون اتخطا الكره عدت ما بين ثلاثه, كنا احنا احسن بيام احنا كنا احسن الشوط الاول, بس ما تعرفش بقى الكره ولا لعبها. الشوط الاول كان فيه تفوق وسيطره اكتر لفريق دمنهور, الشوط الثاني تراجعت شويه نوعا ما للدفاع. اللعيبه بتنزل بقى خلاص يا كابتن اللي احنا خلاص ثلاثه بونت معانا, هو الكابتن انا قلت لهم جوه احنا معانا بونت ونص, ننزلوا الشوط الثاني نكملوا البونت ونص دول, فكل بقى اللعيبه نازله زي ما انت فاهم بتضحك والكلام ده كله, فلازم نتعادل الاولمبي فرقه كويسه يعني الحمد لله على التعادل. من وجهه نظرك دمنهور السنه دي هيكون فين؟ ان شاء الله في المنتخب. طموحك بقى الشخصي الفترة الجاية, وعارفين إن أنت متصعد مع الفريق الأول, كلمنا بقى الفترة الجاية عشان شايفها إزاي مع الفريق الأول ومواليد 97. والله كابتن ده آخر سنة لينا, وإن شاء الله يعني لو إن شاء الله يعني لو ماليش مكان في الفريق الأول وكده هتبقى معايا فريق ممتاز إن شاء الله. نشكرك يا ميدو, أتمنى كل التوفيق. شكرا. كابتن كريم رأفت لاعب فريق ألعاب دمنهور مواليد 97, بنقول لك النهاردة هارد لك على النتيجة, مبروك على الأداء خاصة في الشوط الأول, الشوط الثاني تراجع شوية من ألعاب دمنهور. والله الحمد لله يعني بالنسبه للنتيجه الحمد لله يعني احنا تراجعنا في الشوط الثاني, بس يعني احنا الاداء الشوط الاول كان كويس جدا, وكانت الفرقه بتلعب كره على الارض وكنا ماسكين الماتش, بس الشوط الثاني مش عارف احنا انا بحس كده لما بنجيب جون يعني بنرجع مصانع بيرجع ممكن يجي فينا التعادل ممكن يجي فينا الثاني, بس الحمد لله على الاداء برضه على النتيجه. كانت اهم التعليمات ايه من الكابتن انور نصار النهارده على بدايه اللقاء؟ يعني اننا نقرب من بعض ونجمع في جنب وننقل الجنب الثاني ونلعب عرضيات كتير والكره على الارض. فريق 97 السنه دي شايف الطموح هيكون ازاي ومشاركتك مع الفريق الاول هتكون ازاي؟ انا بالنسبه ل 97 هي فرقه كويسه وان شاء الله نقدر نحقق اللي احنا عايزينه, يعني هدفنا هو المركز الاول, اما بالنسبه للفريق الاول فدي يعني ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ان شاء الله الاول في ماتش صيد المحله في ماتش صيد المحله يوم الخميس, وان شاء الله باذن الله نصعد باذن الله. طموحك الشخصي الفتره الجايه؟ يعني ان انا اهم حاجه ان انا نقدم حاجه ل 97 اولا للفريق الاول ولشعب دمنهور كله. بشكرك يا كريم, اتمنى لك التوفيق.